أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعايةً كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه. أول امبارح قطع 18 ساعة، أنا أولادي سابوا البيت عندي وهاجوا راحوا عند اللي سايب هناك بسبب الكهرباء دي، مفيش مراوح ومفيش مية، مية بلدية مش موجودة، المية موجودة عن طريق الموتور من الترمب، مفيش كهرباء مفيش مية. في تجار في تجار هيبقى خسرت آلافات فلوس بسبب الحاجات اللي في الثلاجات، في تجار كتير هيبقى خسرت بسبب الحاجات اللي في الثلاجات. أنا جاي لك يا صاحبي الدواء علشان تداويني، ألاقيك بجرح الهوى بتقول لي داويني، قوم يلا بينا سوا نزرع تقاوي دوا يشفيني. يقطع أول امبارح والنهارده كل يوم بيقطع بالساعتين ساعتين ثلاثة كهربا ثلاثة فاس تقطع النور ما يشتغلش المكان عليه. يا بنين ما خش لهم عتا تاني، ده كان اللبن الرايب يرجع حليب تاني، يبقى انتظار العجوز يرجع صبي تاني. طلعت الكهرباء ما يشتغلش على الكهرباء دي، يعني ما ينفعش لا محول ولا غيره. المايه برضه شغاله على الموتور، من غير الموتور ما فيش ميه. هذه المشكله اللي هنشتكي مين؟ هنشتكي ربنا ونشتكي لمين؟ من الساعة 2 الظهر لغاية بالليل الساعة كام؟ لغاية الساعة كام يا ابني؟ لغاية بالليل الساعة 3 في ايه؟ حرام يعني، حرام والله. كلنا كده نتكلم، كل المرج مش انا بس، كلنا طلعنا فتنا كلنا في الشوارع على الضلمة، على الشمع، على الشمع نولع الشمع ناكل، يعني كلنا مش انا بس، المرج كلها تمن يعني، ولو المرج كلها تمن تنزل كلها تتكلم، مش انا بس اللي بتكلم، حرام حرام والله. طبعا الفرن دي فيه ايه؟ فيه خمس صلاعيه ماشي. طبعا العجين ده لو قطع العجين بيبوظ، يعني العجين قطع لو قطع العجين بيبوظ. بنضطر نعمل ايه بقى؟ نرمي العيش ده سحله ماشي، نرمي العجين ده في الشارع. قطع اول امبارح ماشي، قطع اول امبارح العجين، العجين قطع اول امبارح النور بقى ايه ولاش باص. قطع مده قد ايه؟ قطع تبع 9 ساعات او 10 ساعات، مش منطقه ومش جنب، مش مره واحده عدي عدي ثلاث فروع جنب مني. كل يوم موتور ميه اتحرق، اثنين موتور ثلاجه اتحرقوا. ايوه كلنا بنتكلم نور، وتعالى نور روح يا نور، روح يا نور، كهرباء مفيش ميه، والثلاجات برضه بتبوظ، كل يوم مواتير وكل حاجه حرام. وبعدين الاكل ببوظ وكل حاجه ببوظ عندنا، شهر رمضان كل حاجه بايظه، شهر رمضان حرام حرام، ده شهر رمضان كريم. المفروض حتى لو مفيش نور يجيبوا لنا نور ناكل على الشمعه ونسحر على الشمعه. ليه مين يقول كده؟ فين العدل وفين الاسلام وفين الدين؟ الله، لا نفتنا بره في الشوارع، ناس انت تفتر في الشوارع، مين يرضى بحاجه زي كده؟ الناس بتيجي حاجه من الاثنين، يا بتخانقوا معاك يا بتخانقوا معاك يا ممكن اعمل لك اي مشكله، وغير كده مكتب التأمين بيجي ياخد مننا فلوس. كذا حتة، يعني كل منطقة ليها الكابل الخاص بيها بيوصل لها بيمدها بالكهرباء، فاللي بيعملوه زي ما الوزير طلع بيقول لك احنا بنقطع الكهرباء بالعدل على المناطق، فكل شوية منطقة تقطع المنطقة اللي جنبها يجي النور، المنطقة اللي بعدها تقطع المنطقة اللي، لدرجة ان انا ساعات ببقى عارف ان المنطقة دي دلوقتي هيقطع النور عندنا شوية وهيقطع.
البيشنت اصلا المريض لو جه اصلا بيرجع اصلا اول ما بيلاقي الوضع زي ما انت حضرتك شايفه بيرجع تاني على طول. ما فيش اصلا زي ما انت شايفه المركز متاثر جدا عن البطانه اللي هنا طبعا وبيطلع على طول كل يوم اصلا باستمرار يعني يا ريت مثلا يوم كويس يوم لا باستمرار على طول فهو مؤثر اكيد يعني اكيد مؤثر زائد كمان فضلا عن الجو الحار وكلام من دي الناس مش عارفه يعني كل يوم الساعه 2 الظهر لغايه الساعه 11 10 الساعه 1 ساعه يعني كده مفيش مواعيد يعني بيقطع على طول يعني زادت بطريقه شنيعه ما اعرفش بقى مين السبب فيها ما احناش عارفين يعني مين اللي ليه مصلحه في قطع النور قولي لي بقى مين اللي مصلحه في قطع النور كده يعني عايز يعمل ايه عايز يضارب مثلا يعني يسرع بيتنا ولا مصلحه الميه ولا المواتير اللي تتحرق والدنيا اللي بتبوظ دي مين اللي ليه مصلحه في الكلام ده كله احنا عايزين نفهم ده كله برضه عايزين ايه طبعا في دفع فلوس عايز عيش بيقولوا لنا هنعمل ايه بقى نضطر غصب عننا نجيب لهم عيش نجيب لهم ازاي انا باخد بس ايه العجيب بتاع ممكن اخش بقى يكون بره يعني مثلا بس عندي عيش بس ب 100 جنيه ولا 200 جنيه اخبص مره على قد ما اقدر والباقي ايه برميه عجين ومكسره بدل ما تيجي باجي تاني يوم اعمل ليه خمير عشان اخبزه تاني وناس كتير تقعد من غير شغله يعني الناس دي الفرقه دي بتقعد النور بيضا يوميتها بتروح يعني يوميتها بتروح يعني يوميت واحد 50 جنيه والتاني يوميت 25 جنيه والتاني يوميت 35 جنيه يكون واحد متجوز فاتح بيت يعني حرام انه يجي النور ده ونعيش ناكل لا احلى حاجه ان كان اللي بيجي يحصل الكهرباء جاي والنور قاطع فقول لي لا احنا قاطعين الكهرباء عشان بنركب محولات جديده كل يوم يجي يقول لك نفس الكلام احنا قاطعين الكهرباء عشان بنركب محولات جديده طب انا عايز اتفرج فين المحولات دي؟ يبقى ايه موقفك بقى لو مفيش كهرباء خالص يعني تقطع لي كام ساعة في اليوم ولا تقطع طول النهار؟ تضطر تدفعي خلاص هتعملوا لهم ايه؟ ماشي خلاص. دلوقتي محدش عارف يعمل فطار والعيال اللي بنجيبه بيبص في التلاجة ومن كتر هو ما بيقطع من اول النهار وبيقطع في نص النهار وساعة الفطار وبيقطع من الليل لحد الصبح. قولت امبارح قطع من الليل ما جاش من الصبح. يقطع والله العظيم. وساعة سخون ساعة سخون نقطع برضو نقطع نصحر على الشمعة التلاجات ينفع التلاجات تحرق التلاجات تتبوظ والله انا شغلت التلاجة بقالي 4-5 ايام بيبقى شغال روح قاطع الحاجة بتبوظ في التلاجة وجوه التلاجة تحت الفلوس هي بتبقى قاطعة عليها المفروض يظبط نبيع التلاجة 8000 جنيه بيعها ب 150 جنيه بتتحرق دي شغلانة يعني يرضى ربنا اصلا البولت بتاع اللي داخل رئيسي 165 انا لسه جايبه تكييف مش راضي يشتغل الموتور بتاع التلاجة اتحرق واتصلت بالطوارئ اللي هي 121 دي اتصلت بيها مرتين محدش جه ايه ده في ايه يا جدعان؟ تيجي بالليل بقى بيجي يريحنا مثلا الصبح ساعتين النور قاطع طبعا ما بيعرفش ينام من الحر وحر وسيف وميه وكل حاجه بالنور وكل حاجه بالنور طبعا النور قاطع ما فيش ميه يعني الميه في ضغط المواتير ما فيش ضغط مواتير ما فيش لا لازم يكون في حل بجد مش عارفه لو جيتوا عندنا ناحيتنا دي هينزلوا المرج تمن يجوا عليك هنا يمكن ما فيش حل منتخبين ومنتخبين ورحنا انتخبنا مرتين وعملوا لكم في البلد ورخصت لكم الحاجه وعملوا لكم وما سمعناش حاجه من ده كله خالص تعدى رمضان على العالم ما حسوش بيه خالص ان كان رمضان ولا شعبان ولا اي يوم في الدنيا والله العظيم ما عملنا الفطار فطرين بره في الشارع كده من الحر حتى بتاع الشغل وعندي مطور في بتاع شفاط بيطلع الهواء بياخد ايه دخل من جوه صلحها بره ثلاث حلقه برضه عندك تيجي بعد دلوقتي اوريك الفرن عيش باظ ازاي ماشي والموتور باظ وعامل قفله في الفرن هناك هيجي هزوي هصور كل حاجه على الطبيعه هو الكهرباء ما قطعت راحت مقطوعه على العيش جوه طبعا هتطلع العيش ازاي لغير ما تيجي الكهرباء من على السير وغير كده بقى طبعا الكهرباء بتقعد بالساعه والاثنين والثلاثه العجين بيبوظ بيخمر خالص اضطريت ان انا اجيب مولد عشان اشتغل العجين اللي هو بيبوظ ده مكلفني 3500
تجيب جاز يقول له لا الجركن ب30 جنيه يقول لك اهو 50 جنيه يا مفيش روح اشتكي هناك بقى البنزين ما بتشتغلش غير بالكهرباء بالكهرباء طبعا طول ما فيش كده ما بيقول لك لا ما فيش المولدات الضغط عالي عليها صح احنا ماشي احنا عاذرينهم في كل حاجه بس المفروض يزودوا المولدات دي يزودوها عرفوا ان التكييفات بقت كتيره والثلاجات مش عارفه الضغط يا مع الكهرباء على المولدات دي خلاص يزودوا المولدات دي يضعفوها البلد مش فقيره يعني ولا عشان انا منطقه شعبيه يعني بستهتروا بيها مش تشتكي كل شويه عربيه راح عربيه يعني عربيه راح السواح ده لسه الحاج لسه راح لشركه الكهرباء بس مش فايده الموتور اتحرق نتيجه انقطاعه وتوصيل الكهرباء انقطاع الكهرباء باستمرار وتشغيلها فبيجي الكهرباء بتيجي عاليه ساعات بتيجي عاليه الموتور اتحرق ملفات اتحرق من جوه بس الناس هنا تعبانه والله يعني من كتر انقطاع الكهرباء الناس تعبانه كلهم مشروب صغير بس $600 جنيه اسعار يعني بيزودوا حمل على الشعب غير احمال اعباء الحياه العاديه يعني الراجل ده ما يعرفش ما كانش عامل حسابه طبعا الفلان هتبوظ من كتر الكهرباء بتقطع وكده فربنا يعلم بقى ويصلحها ازاي والناس عامله على الشقه السلامه المشكله كمان ان الكهرباء متعلقه بالميه دي حاجه ثانيه ما اصلا المايه بتطلع بالعافيه لازم مواتير ومواتير قويه فمجرد الكهرباء بتقطع شكرا على المايه وغير كده بقى لما الكهرباء بتبقى موجوده كمان المايه بتبقى قطع ساعات فوق ده وده يعني ما تقوليش بقى الناس مركبه تكييفات وجو ده انت لو بصيت على الثلاث ارباع المنطقه هتلاقي فين وفين لما تشوف شقه مركبه تكييف ولا بتاع فجو التكييفات بقى والناس بتستهلك واللي يقول لك قللوا الاستهلاك والجو ده لا بس هنا الضغط كبير لاني طبعا احنا دلوقتي في صيف لازم اكون مشغل مروحه مشغل نور كده وده طبيعي جدا فالحل الوحيد ان هم يزودوا المحولات والله المغرب عايز ازاي اصلا النور قطع انا هشتغل ازاي اصلا النور قطع مفيش شغل اصلا يعني انت زي ما حضرتك عارف اصلا في يونت شغاله اصلا فيها كولنت فيها كونتر هتشتغل اصلا ما بتشتغلش الا بالكهرباء ما بتشتغلش ولازم انا اصلا لو قعدت اعمل يعني حشوايه ولا كلام من ده المفروض في لايت اصلا ابص الخام بيمشي عشان اعمل دايجنز اصلا قبل ما اشتغل اصلا خالص النور بيقطع كل يوم بيقف حالي ولا شغل ولا اي حاجه اللي بيقعد والدي بيقعد مثلا نص ساعه وربع ساعه بيقعد ثلاث اربع ساعات ما بيجيش وعندي اللحم في الثلاجات واللحم ما بيجيش منه الناس اللي هي عندها السكر وعندها الضغط وبتاخد علاج والكلام ده طبعا حضرتك عارفه ان الضغط عامه في الحر بيجي زي دول 10 دقايق لو المراحه فصلت او التكييف فصل يعني بقى انا بتكلم بقى على الناس اللي هم الشعبيين اللي ما عندهمش تكييف لو قعدوا من غير مروحه 10 دقايق ارتفاع الضغط عندهم بيعلى واحنا في ايام صيام يعني انا والدتي عندها السكر وعندها الضغط وربنا اللي يعلم حصل لها ايه يعني رميت حوالي بتاع 60 كيلو ومره قطع الساعه 9 الصبح دي الساعه 4 وقفل طفله عندها 3 شهور او 4 شهور لسه جايه احنا مش عارفين بتعيط ليه برده من الحر انا عامه على نفسي بقى 3 ايام مش عارف انام النور بيقطع من الساعه 10 الصبح ممكن يجي الساعه 11 بالليل يا اما يقطع من بالليل يجي الصبح الساعه 1 2 الناس تتقي ربنا في حاجات دي لما بقى عارف ان الاحمال كتير وفي اعطال وفي وفي ما رجعش الاعلام بقى واقعد اتصل وبيقطعوا النور ويرموها بقى على الاخوان والريس وهو اللي بيقطع الكهرباء في عيوب عندنا يعني في عيوب في اماكن كتير هو قال لك خطه ال 100 يوم انا شايف كهربا بتاع فيها مشكله اكتر شايف البنزين بقى فيه مشكله يعني فوق الخمس مشكلات اللي هو قال حلهم ظهرت مشكلات اكتر انت فين بقى يعني عايز افهم فين ال 100 يوم اللي انت بتتكلم فيه يعني هو عايز يقول لنا ان انا خلاص كده يعني بس هو انا واثق ان هو دي مش مصلحته ان هو يضر نفسه والناس تكرهه في الشارع هو مفيش حد بيتكلم احنا مش عارفين حد نكلمه يعني مع احترام الدكتور محمد مرسي هو دلوقتي رئيس الجمهوريه ملوش ما عندوش استطاعه ان هو يحل كل مشاكل الشعب ده احنا عارفينه بس في اجهزه ثانيه تقدر تقاوم الحاجات دي هي في ازمه ما قلتش حاجه بس احنا كشعب يعني لازم نتدارك الامر يعني مش بنقول حسبنا الله ونعم الوكيل وكل بيت على النور عليه اذا كان في حد مش عايز الرئيس او مش عايز حد هكذا
تولد هذه الدولة اليوم دولة قوية، دولة قوية بشعبها، بتاريخها، بمعتقدات أبنائها، بمؤسساتها، وفي القلب من ذلك المحكمة الدستورية.